النحافة، الأعراض والأسباب والحلول بالمكملات الغذائية وبالأنظمة الغذائية، وده كل اللي احنا هنعرفه في الفيديو ده. النحافة انا هقسمها على فيديوهين، الفيديو الأول بالمكملات الغذائية والأنظمة الغذائية، والفيديو التاني بالحاجات الليجل. فيلا بينا نبدأ. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا طه الشاعر، وهنا قناة هيلثاوي، القناة مهتمة بكل ما يخص الصحة تحت منصة الغذاء والدواء. والسمنة والنحافة ليها بشن وليها مكانة خاصة عندي، لأن كنت كلمت في فيديو قبل كده عن الموضوع ده. أنا عديت بتجربة نفسية، كان خدت أدوية نفسية، وفلام الأدوية عملت لي زيادة في الوزن، كنت عامل زي واحدة حامل في التاسع. بعدها بعد ما وقفت الأدوية بدأت أدرس كل أنواع التغذية، سبورت نيوتريشن، فيتنس نيوتريشن، بودي بيلدينج نيوتريشن. إن شاء الله في المستقبل هاخد البورد الأمريكي في الكلينيكال نيوتريشن، وكمان الأوبستي مانجمنت البريتش بورد بإذن الله. فدي نبذة بسيطة، يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. طيب ايه هي النحافة؟ النحافة عبارة عن بودي ماس اندكس اقل من الطبيعي. طيب معلش، يعني ايه بودي ماس اندكس؟ كتلة الجسم. بودي ماس اندكس كتلة الجسم. عشان نحسب كتلة الجسم هعمل لكم فيديو 50 ثانية وهسيبه لكم تحت بنظام ومثال وشغل مونتاج اعلى من اللي هيكون موجود في الفيديو ده ان شاء الله. طيب تعال ندخل على الاسباب. ايه الاسباب بتاعت النحافة؟ بص يا اخوانا، دايما بنتكلم عشان نعالج مشكلة لازم نعرف ايه جذر المشكلة، ايه سبب المشكلة. خلاص. طيب الاسباب غالبا في حاجة اسمها common causes وفي حاجة اسمها less common causes. اوكي. طيب الاسباب المشهورة، مشاكل في الجهاز الهضمي، سواء الجهاز الهضمي العلوي او الجهاز الهضمي السفلي. الجهاز الهضمي ده، لو في مشاكل في الجهاز الهضمي العلوي خاصة جرثومة المعدة اللي بيسموها H. pylori او البكتيريا الحلزونية او قرحة في المعدة العلوية، دي بتعمل مشاكل وتؤدي للنحافة، فلازم اتأكد ان مفيش مشاكل في الجهاز الهضمي العلوي. الجهاز الهضمي السفلي، لو في مشاكل في القولون او مشاكل في الامعاء برضو ممكن تعمل مشكلة في امتصاص العناصر الغذائية وبالتالي تؤدي الى النحافة. فأي حد يجي يقول لي دكتور والله أنا عندي مشكلة في النحافة ونفسي أزيد في الوزن، إيه أخبار الجهاز الهضمي معاك؟ عملت فحوصات ولا عملتش؟ عملت مناظير ولا عملتش؟ عملت تحليل جرثومة المعدة اللي في النفس ولا ما عملتهوش؟ أنا مفضل اللي في النفس أكتر من اللي في البراز أو الدم، يعني البريزنج تيست بتاع الـ H. pylori أفضل. بعد ما أخد فيدباك من الجهاز الهضمي كله سليم، طب ندخل على الحاجة التانية، الجهاز العصبي. وهنا بخص بالجهاز العصبي يا اخوانا، ضغط وقلق وتوتر وعصبية زيادة عن اللزوم، زيادة عن الحد. لا يخلو حد بدون ضغوطات، بدون مشاكل، بدون توتر، بدون مشاكل في العمل، مشاكل في البيت، مشاكل مادية، مشاكل صحية، تعب كلها الحياة. فالموضوع ده دايما بقوله، ما فيش حد خالي من المشاكل، ولكن في ناس بتعرف تتعامل وما تديش المشكلة أكبر من حجمها، وما تتجنب حتة التضخيم والتهويل، وتتجنب كمان التفكير في الماضي لو في مشاكل في الماضي أو كده، وما تقولش هم المستقبل. وفي ناس ما بتعرفش، فلو في ناس اللي ما بتعرفش دي تزود معها القلق والاكتئاب والتوتر، ده بيزود هرمونات التوتر. هرمونات التوتر اسمهم ستريس هرمونز، أشهرهم أدرينالين والنور أدرينالين. طيب والكورتيزون كمان، كورتيكوستيرويد. لما تزيد هرمونات التوتر دي بتزيد عمليه اسمها الاكسيديتيف ستريس، اوكسيديتيف ستريس او عمليه الاكسده. عمليه الاكسده لما تزيد بتعمل ايه؟ تؤدي للنحافه. مشكله النحافه اللي بتكون مطبوعه بقلق بتوتر، بيكون في علامات تعبيريه حوالين الفم وعلامات تعبيريه حوالين العين زياده عن اللزوم. بيبقى شكل الشخص تعبان، شكل الشخص مش صحي، يعني مش دايما نقول
النحافة أو الناس اللي تبقى تخينة وعايزة تنزل في الوزن، أقول لهم في نزول وزن صحي، ما يكونش يكون البشرة حلوة، ما فيش علامات تعبيرية، علامات تقدم في السن، الكتلة العضلية كويسة، فهي دي نزول الوزن الصحي. ثالث سبب من أسباب النحافة اللي هو مشاكل الدايت. مشاكل الدايت في ناس يكون مش معنى دايت ان هو ان انا يعني عامل حمية، لا، يعني النظام الغذائي بتاعي في اكل اليومي مش صحي، مش صحي، ما فيهوش العناصر الغذائية المهمة، فلازم يكون متكامل عشان اضمن ان هو يحصل فيه الفيتامينات والمعادن والاحماض الامينية اللي انا بحتاجها عشان يبدأ وزني يزيد. فلو في مشكلة في النظام الغذائي، النظام الغذائي متكامل، وجبة واحدة في اليوم، الوجبة حتى مش فيها كل العناصر الغذائية المهمة، فده بيؤدي للنحافة. رقم 4، اللايف ستايل. اللايف ستايل، وانا اتكلم ازاي على اللايف ستايل؟ بص يا اخوانا، هو في بعض الشغلانات كده او المهن فيها ستريس وتوتر. يعني على سبيل المثال، انا كيوتيوبر دلوقتي معتمد من اليوتيوب، في بعض الناس اليوتيوبرز بيشتغلوا على حتة الترند، اشوف الترند مش عارف ايه واعمل فيديو، اشوف الترند ايه واعمل فيديو، الناس اللي في الفيسبوك، الناس، انا ضد تماما ان انا اعمل على الترند. ليه بقى؟ ان انا تابع الترند واشوف واعمل عليه فيديو هيخليني دايما انا بفكر في الترند وانا نايم وانا باكل وانا بشرب، فيخلي فيه هنا دايما تشتت، فدي غلط. بعض المهن زي المحاماة، زي القضاء، زي على فكرة القضاء والشرطة وحتى الجيش، المهن دي مع انها يعني بعض الناس بتنظر لها نظر ان هي سيادية، ولكن انا اعرف ناس كتير جدا جدا في المهن دي عندهم مشاكل نفسية. المهن دي عايزة حد قلبه ميت، عايزة حد فعلا، لانه لو ما كانش كده اللي فوقيه هيحط عليه يعني. فبرضه الناس دي يا اخوانا على فكره عندهم استرس واوفر لودينج واوفر ثينكينج فوق ما تتخيلوا يعني تمام. بعض برضه المهن الثانيه زي التمثيل يا اخوانا، الناس اللي بتعيش الادوار زياده عن اللزوم، يعني زي احمد زكي الله يرحمه، وزي بعض الناس الثانيه الممثلين، لما بيعيش الدور زيادة على اللزوم وبيأديه زيادة على اللزوم بيدخل جوه الحالة، عشان يطلع منها صعب يعني تمام. على فكرة المهن دي مع ان بعض الناس بتنظر لها نظر ان هم بياخدوا فلوس، لا، بس في بيبقى في ستريس، في اوفرلودنج، اوفر ثينكينج تمام. المشاهير ولعيبة الكورة على فكرة كنا من دول من اكتر الناس اللي بيكون عليهم ستريس اوفرلود، هو دايما بيوصل لمستوى لازم يحافظ عليه طبعا، وفوق اي حد بيوصل للقمة سهل، انما النزول منها صعب، الاصابات و دايما بقول اللايف ستايل خاصة في المهن اللي هي يعتبر سامية او فيها ميديا كتير او فيها فلوس او فيها شهرة، لا، خلي بالكم اللايف ستايل غلط. لذلك انا اي حاجة تجي على اللايف ستايل بتاع حياتي، حتى لو السوشيال ميديا، يعني بحاول ان انا يعني الغيها تماما او اتجنبها او اقلل من السايد افكت بتاعتها. طيب، بعض الامراض بتؤدي للنحافة طبعا اشهرهم كرونز ديزيز والسيراتيف كولايتيس والحاجات اللي زي كده، فيعني بعض الادوية برضو بتؤدي للنحافة زي الكيموثيرابي. افتكر خالي الله يرحمه يعني كان يمكن الباب ما يدخلهوش، يعني جسمه طول بعرض، لما جاله الكانسر واخد كيموثيرابي وراديوثيرابي فعلا يعني وصل لمرحلة يعني الله المستعان، ربنا يرحمه يا رب ويحسن اليه ويعافي ويشفي كل مبتلى. طيب، يبقى كده احنا خلصنا تعريف النحافة، اسباب النحافة، وزي ما احنا قلنا مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في الجهاز العصبي، اللايف ستايل مش كويس، اكل مش كويس، وكمان بعض الامراض وبعض الادوية. طيب، ايه الحلول بقى يا دكتور؟ انت عمال تقول لي يمين وشمال، طب قول لي حلول عشان اقدر ان انا اتعامل مع النحافة دي. اول حاجة الحلول انا بقسمها لنوعين، حاجة اسمها legal solutions وحاجة اسمها illegal. الفيديو بتاع النهارده هتكلم بس في الحلول الليجل. الليجل يعني ايه؟ يعني بالمكملات الغذائيه، بالدايت، من الحاجات المعتمده من الـ FDA، هيئه الغذاء والدواء العالميه. طيب، اول حاجه في الليجل
زنك. والزنك يعني الزنك قلنا على فكره الناس اللي بتاخد زنك عشان الشعر والبشره، الزنك بيزود الوزن يعني وبيفتح الشهيه. فدايما انا بقول حتى مثلا لو حد هياخد فود سبلمنت او هياخد مالتي فيتامين وانا خايفه دكتور من نحافه امي خايفه ازيد في الوزن ومش، لا خلي بالك ده في زنك، في زنك بتركيزات عاليه. طيب اشهر انواع الزنك هنا في السعوديه، في استريستاب زنك لشركه فايزر، وفي كمان جيمسون زنك لشركه جيمسون في 78 ملي جرام زنك جلوكونيت 78 خلي بالكم. وفي كمان زنك لشركه فيتا فيجور، وفي كمان زنك اي سي زنك في مصر اي سي اي زنك، وفي كمان تبع لجي ان سي فارما زنك. يبقى ده الزنك. طب تاني حاجه من الحاجات اللي جالي بي سي دبل اي او البرانش تشين امينو اسيدز، دول اليوسين والايزوليسين والفالين. طبعا في شركات كتيره منهم، انا شخصيا استخدمت البي سي دبل اي من شركه ماسل فارما، ومن شركه كمان ماسل تيك، واستخدمت من شركه اوبتيم نيتريشن، وفي حاجات كتيره متاحه على الاي هيرب وامازون اي باي من البي سي دبل اي. طيب رقم 3 من الحاجات الليجالي اللي بتزود الوزن الواي بروتين، بس الواي بروتين يكون كونسنتريت مش ايزوليت. طبعا عاملاه شركه اوبتيم نيتريشن، وعاملاه شركه روشن بير، وعاملاه شركه ماسل تيك عاملاه باسم ماستيك. كل الحاجات دي يا اخوانا انا هعمل فيديو تفصيلي عن كل واحد، انا بس هنا بتكلم باختصار. طيب رقم 4 الكود ليفر اويل او زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت ده اوميجا 3، ولكن زيت من الكود ليفر اويل مش السلمون اويل. عملت فيديو تفصيلي هسيب لكم اللينك تحت عن الاختلاف بين السلمون اويل والكود ليفر اويل. وقلت دايما الناس اللي عايزه تزيد في الوزن بتاخد زيت كبد الحوت، الناس اللي خايفه من زياده الوزن تاخد سلمون اويل. كود ليفر اويل اشهر ثلاث انواع هنا في السعوديه، 7 سيز كود ليفر اويل، وفي كمان جيمسون كود ليفر اويل، وفي كمان فيتا بايوتيك كود ليفر اويل. الكود ليفر اويل عشان ازيد يعني بالوزن محتاج ان انا اخد دوزز عاليه، يعني من 7 سيز باخد 4 حبات في اليوم، من جيمسون باخد 3 حبات في اليوم، افضل توقيت ليها بالليل قبل النوم، بالليل قبل النوم. طيب رقم 5 من الحاجات الليجالي المالتي فيتامينز، المالتي فيتامينز وهي مجموعه من الفيتامينات بتحتوي على العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم، واشهر الحاجات اللي بتكون موجود فيها بيكون موجود فيها زنك، فيتامين بي 1، فيتامين بي 6، فيتامين بي 12. فالميكس ده كله على بعضه بيكون معاهم كمان فيتامين د والكالسيوم. الميكس ده بيعمل زياده في الوزن، خاصه لو الشخص عنده inadequate nutrition او بيسموها بالعربي تغذيه غير سليمه او تغذيه غير متكامله. رقم 6 في حاجه اسمها الويت جين ميلز، الويت جين ميلز، وهنا اشهر حاجه في السعوديه اسمها ابيتون ويت جين، وفي برضه لشركه فونت اكتيف، فونت اكتيف. يبقى دول الست حاجات المشهورين للسبلمنتس. تاني زنك بي سي دبل اي واي بروتين كود ليفر اويل المالتي فيتامينز الويت جين ميلز. اوكي في حته تانية مهمه في الحاجات الليجالي، لو في مشكله نفسيه يفضل ان الشخص يمشي على علاج سلوكي معرفي. وعلاج سلوكي معرفي ده اللي متخصص فيه بيكون سايكولوجيست، ومعناها بالعربي اخصائي نفسي، بيكون واخد اداب علم نفس او تربيه علم نفس، مش طبيب نفسي. يعني هو ما درسش طب، ما درسش حاجه خاصه بالدواء خلاص. فانا الناس اللي عندها ستريس اوفرلودنج اوفر ثينكينج زياده عن اللزوم، جرب الاول مع سايكولوجيست، ما ظبطتش هروح لسايكاتريست اللي هو طبيب نفسي. طبيب مخ واعصاب يا اخوانا ملوش في السكه دي خالص، يعني مش بتاعته خلاص. يبقى بمشي جرادجولي مع سايكولوجيست ومع بعدين سايكاتريست. انا عملت فيديو كامل شرحت فيه هسيبهولكم تحت ان شاء الله الفرق ما بين السايكاتريست والنيورولوجيست والسايكولوجيست والجوب ديسكريبشنز بتاعتهم، وكمان السايكاتري فارماسيست هسيبهولكم تحت ان شاء الله. ومن الحاجات المهمه للحلول عشان اللي هو رقم 3 يعني في الحلول اللايف ستايل تشينج، يعني لو في ستريس، لو في شغلانه دي يا عم الحاج عامله لك مشاكل، عامله لك ستريس، عامله لك اوفرلودنج، عامله لك اوفر ثينكينج،
خاصة زي ما احنا قلنا الشغلانات ونسيت كمان الحياة الخاصة بالسيلز بالأرقام دي برضو من أكتر الحياة اللي تخلي الواحد دايما متوتر عشان التارجت والحياة اللي زي كده. فلو في مشكلة زي كده بسبب شغل اجمع شغل تاني مفهوش الاسترس ده حتى لو بقى جالي فلوس وجهة نظري، وسيبك من الشغلانة دي، هي وجهة نظري يعني، بس أنا دي وجهة نظري الشخصية، أي حياة تيجي على النفسية سيبك منها. طيب الحلول رقم 2 من حلول الحياة الليجال، طبعا الليجال خاصة بالهرمونز وخاصة بالسي ان اس بالأدوية الوصفية، فدي إن شاء الله هعمل لها فيديو تاني مستقل. نيجي لأشهر الأسئلة. واحدة كانت جات لي قبل كده، دكتور أنا عايز أزيد 10 كيلو في شهر عشان هتجوز بعد شهر. يعني ليجالي مفيش، لازم الليجالي. فمعنى ايه يعني الزيادة الطبيعية يا اخوانا؟ من 2 ل 3 كيلو في الشهر، من 2 ل 3 كيلو في الشهر. 10 كيلو ده نو واي نو واي، وزود الليجال بسوي يعني تمام. بس يعني فهي دي الاجابة على السؤال. طيب حد تاني كلمني قال له دكتور انا عايز ازيد 7 كيلو في خلال 3 شهور. ده ممكن نمشي على نظام غذائي حلو متكامل، ومع النظام الغذائي ده نستخدم بعض المكملات الغذائية اللي بتساعد على زيادة الوزن، وان شاء الله هتزيد كمان من 7 ل 10 كيلو يعني، خاصة الناس اللي بتقدم مثلا حربية فنية عسكرية قبل اللي هو نحيف زيادة على اللزوم ما بيقبلهوش، لازم يكون وزنه معين وكتلة عضلية معينة. دكتور ايه اخبار الحبوب الخميرة؟ السؤال ده تسألني، هو بينحف ولا بيزود الوزن؟ بص يا اخوانا موضوع حبوب الخميرة، حبوب الخميرة بيستخدم الاثنين، اللي عايز يزيد في الوزن واللي عايز ينزل في الوزن. طيب اللي عايز يزيد في الوزن، انا دلوقتي عايز يزيد في الوزن، استخدمه ازاي؟ استخدمه بعد الاكل، بعد الاكل. اللي بالكم يا اخوانا من الحته دي، ناس كتير مش ما عندهاش المعلومه دي. استخدم بعد الاكل حبتين بعد كل وجبه، ده بيزود امتصاص العناصر الغذائيه الموجوده في الاكل ويفتح الشهيه للوجبه اللي بعدها. لكن لو عايز اخس بستخدمه قبل الاكل نص ساعه، ده بيسد الشهيه. اشهر انواع حبوب الخميره في مصر طبعا شركه ميباكو، واشهر حبوب الخميره هنا في السعوديه باي ويست، منتج اسمه باي ويست واكو فارما ييست. رقم 4 دكتور انا عايز ازود اماكن معينه، او انا مراتي عايزها. بص يا اخوانا الحاجات اللي بتيجي على التلفزيون على بعض القنوات المبتدئه ومش عارف ايه ده هيزود لك ايه ده هيعمل لك، يعني خليكم حريصين وتاكدوا وابحثوا في ويب سايتس معتمده. طيب موضوع تكبير الصدر والارداف، يعني في حاجه مخصصه لتكبير الصدر يعني البريست للستات، وهنا موجوده في السعوديه وموجوده في بعض الدول الاجنبيه من شركه مستلا باست كريم، ولكن مش زي ما انتم متخيلين. يعني هو كل اللي بيعمله بس يعني على مدار 3 شهور بيعمل زي فيرمينج او بيشد شويه، يعني مش تكبير زي ما انتم متخيلين. اما تكبير الاماكن الثانيه يعني الموضوع ده يعني انا ليه وجهه نظر شخصيه، الحياه اللي موجوده واللي بتعمل ما بتجيبش نتيجه لازم عمليات والكلام ده. طيب رقم 5 ما هو افضل وقت لاخذ الواي بروتين؟ عشان اخد واي بروتين كونسنتريت انا بفضل يتاخد مرتين في اليوم، المره قبل النوم دي اساسي قبل النوم، وفضل يكون مع حليب لو في امكانيه مع حليب، هو بيكون سميك شويه ولكن اوكي. لو الشخص ما تقبلهوش نحطه مع ميه 200 ملي ميه مفيش مشكله، اهم حاجه ان انا اشرب الكميه كلها. المره الثانيه في وسط اليوم كده بدل وجبه، يعني الشخص يشوف يومه عامل ازاي، في فطار غدا عشاء ما بين الفطار والغدا مثلا، ما بين الغدا والعشاء يبقى في ايه وجبه ثانيه، يبقى هيمشي على نظام تقريبا 5 ل 6 وجبات يوميا تمام. مفيش ادويه يا دكتور تزود الوزن بدون اثار جانبيه سواء في الوقت الحديث يعني على المدى القصير او على المدى الطويل؟ بص يا اخوانا الادويه الدواء اللي هو معتمد من الاف دي اي بيكون معتمد لحاجات ثانيه، والناس بتستخدمه عشان يزود وزن زي ما قلت لكم، هتكلم في الموضوع ده في الفيديو الجاي ان شاء الله. انما الحاجه اللي هو المكمل الغذائي الفود سبلمنت اللي هو زي ما قلت لكم مثلا حبوب الخميره زي الكود ليفر اويل زي الزنك زي البي سي دبل اي، انما حاجه سريعه ومش عارف ايه لا مفيش الكلام ده خلاص. كم حبه يوميا من كود ليفر اويل؟ زي ما قلت لكم يعني هم اشهر براندين، سيفن سيز البريطاني وجيمسون الكندي،
سيفن سيز بفضل اللي هو الكود ليفر اويل 120 حبه بفضل اخد منه اربع حبات، لو اللي هو وانس داي بفضل اخد منه حبتين، اما بالنسبه لجيمسون 3 حبات ممكن ناخدهم مع بعض مره واحده وان شوت قبل النوم وخلاص. طيب دكتور انا ايه جولك؟ انا رحت الصيدليه الدكتور الصيدلي بيقول لي خدي ده كولاجين، والكولاجين ده للبشره والشعر والاظافر وهيزود الوزن، ايه جولك في المعلومه دي؟ بص اخوانا، هو الكولاجين فيه نوعين، هنعمل ان شاء الله فيديوهات مفصله عن منتجات التجميل، ولكن الكولاجين فيه نوعين، في نوع للبشره والشعر والاظافر اسمه كولاجين تايب 1 تايب 3 خلاص، وفي نوع للمفاصل اسمه كولاجين تايب 2 خلاص. يبقى في تايب 1 تايب 2 تايب 3، تايب 1 و 3 دول للبشره والشعر والاظافر، تايب 2 للمفاصل. طيب لو الكولاجين ده معاه الزنك فهو الزنك في الاساس هو اللي هيزود الوزن، ولكن مش زي ما انتم متخيلين خلاص، فهي دي الفكره يعني. لكن لو معوش زنك مش هيزود الوزن يعني، هي حاجه بسيطه بس يعني حبيت ان انا اتكلم عنها، لان ده لو الدكتور الصيدلي متعمد يبقى ده يعتبر اخلال بالمهنيه بتاعته، ولو مش متعمد مش عارف يبقى لازم نزود بس الابديتس بالديتا او الانفورميشن. طيب الحاجات الموضعيه، الكولاجين الموضعي، بص يا اخوانا هو الكولاجين اصلا حبوبه بتكون سميكه فعشان يمتص يعني، لكن في بعض الناس بتعمل، بعض الشركات زي فلوريجا زي استوديرم ان شاء الله هنتكلم عنهم بالتفصيل، بتعمل حاجات تحفز الكولاجين بتاع البشره، منتجات تحفز الكولاجين بتاع البشره. طيب اخر سؤال، هل فيتامين سي سيروم للبشره بيدي يعني بيملى الوش؟ انا عايز املى وشي يعني فيتامين سي. طيب الإجابة على السؤال ده، لو فيتامين سي مع فيتامين اي مع كمان هيالورونيك اسيد، لو في خطوط تعبيريه حوالين البق حوالين العينين بيملى الوش ويجيب نتيجه كويسه. في ناس لما تيجي تعمل حميه او تعمل دايت بتخس من وشها، فاللي يشوفها يحس ان هي تعبانه، فدايما انا بنصحهم ان هم ياخدوا فيتامين سي مع هيالورونيك اسيد او فيتامين سي مع فيتامين اي مع هيالورونيك اسيد، وده موجود من شركه فيشي وموجود كمان من شركه فلوريجا. فكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعه النحافه، واقول لكم 100 100 عسليه على كل اللي هنسويه، وانتظروا الحلقه الثانيه في الليجال بسويز لزياده الوزن. باي.